السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، سنتحدث اليوم عن نص جديد من نصوص الصف الثالث الإعدادي، وهو أول نص عندنا في المنهج النهاردة، وهو عباد الرحمن. القرآن الكريم هيبقى من سورة الفرقان من الآية 33 من الآية 70. أول حاجة تعالى نبتدي كده نستمع للآيات من إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تعالوا مع بعض كده نشوف اول ايه. احنا قلنا الايات من سوره الفرقان، تمام كده. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تعالوا نشوف معنى كلمه عباد الرحمن. يعني ايه عباد الرحمن؟ عباد الرحمن هم المؤمنون المنفذون لامر الله والمجتنبون لنواهيه. يبقى عباد الرحمن هم المؤمنون المنفذون لامر الله. الذين يمشون على الأرض هونا، يعني إيه كلمة هونا؟ كلمة هونا معناها في سكينة ووقار وتواضع، عكس كلمة هونا كبرى. وإذا خاطبهم، كلمة خاطبهم أي حادثهم أو كلمهم. طب مين هم الجاهلون؟ الجاهلون هم السفهاء، ومفرد كلمة الجاهلون الجاهل، وعكس الجاهلون الحكماء. قالوا سلامة، قالوا سلامة معناها إن هم قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم والأذى، فقالوا قولا يسلمون فيه من الإثم والأذى. طيب إحنا كده عرفنا أهم المعاني اللي موجودة في الآية. طيب تعالى دلوقتي نبتدي نتعرف مع بعض على شرح الآية. أول حاجة قالك إن الآية بتوضح صفات عباد الرحمن، طب تعالى كده نبتدي نعرف أول صفة موجودة في الآيات بتاعتي. قالك هم متواضعون يمشون على الأرض بسكينة ووقار. أول صفة من صفات عباد الرحمن احنا قلنا يمشون على الأرض هونا، يعني يمشون على الأرض متواضعون في سكينة ووقار. طيب ثاني صفة عندي
ايه؟ صابرون على اذى السفهاء، صابرون على اذى السفهاء، ويردون عليهم بقول يسلمون فيه من الاسم والاذى. يعني السفهاء الجاهلون اذا ارادوا بهم السوء فانهم يصبرون على هذا الاذى وهذا السوء، ويردون عليه ايضا بقول يسلمون فيه من الاسم والايه والاذى. يعني لا يردون السيئة بالسيئة، بل يردون السيئة بالإيه؟ بالحسنة، زي ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى بعد كده نتعرف على مواطن البلاغة في آيات القرآن الكريم. بص كده، وعباد الرحمن. هنا اضافت كلمة عباد إلى كلمة الرحمن. طب السبب أو الغرض منها إيه؟ الغرض منها التعظيم والتشريف. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. طبعا هنا مفيش تشبيه ومفيش اسلوب، امال هنا تعبير جميل بيدل على ايه؟ هي كلمه هونا دي كانت معناها ايه؟ كانت معناها تواضع، يبقى تعبير جميل يدل على تواضعهم الدائم. طب تعالوا كده نشوف علاقتها بما قبلها. وعباد الرحمن، احنا المفروض هنذكر الايه؟ الصفات بعدها، يبقى معنى كده ان في تفصيل بعد اجمال. ربنا سبحانه وتعالى قال وعباد الرحمن، وبدا ان هو هيكتب لي او هيعدد لي صفاته. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الصفة الأولانية كانوا يمشون على الأرض هونا، الصفة الثانية إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هنا برضو تعبير جميل بيدل على الحكمة وعلى الصبر على الأذى وصبرهم على سفاه الجاهلين. تعالى نشوف كده قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. كلمة يبيتون معناها يدركهم الليل، والمراد يقضون ليلهم. يبقى نقولها تاني، يدركهم الليل والمراد يقضون ليلهم. طيب سجدا، كلمة سجدا معناها واضعين جباههم على الأرض، ده وضع السجود، واضعين جباههم على الأرض، ومفردها ساجدا. طيب قياما، قائمين يصلون، قائمين يصلون، ومفردها قائما وعكسها سجدا. طيب الآية بقى معناها هنا ايه؟ ان برضه ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لي صفه اخرى من صفات عباد الرحمن غير الصفتين اللي احنا لسه قايلينهم من شويه، ان هم يقيمون صلواتهم المفروضه. يعني معنى كده ان هم بيحافظوا عليها، ومش بس كده، لا بيداوموا على قيام الليل والناس نيام، يعني بيقوموا بالليل ويصلوا ما تيسر لهم من الصلوات او من الركعات حتى يتقربون بها الى الله سبحانه وتعالى. طب اشمعنى ربنا سبحانه وتعالى خص الصلاه بالليل الذين يبيتون؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما اتكلمش ان من صفات عباد الرحمن دول هي الصلاه العاديه؟ ليه بس خاص بالليل؟ طبعا عشان احنا عارفين ان الليل بيبقى بعيد عن الرياء، بمعنى ان الناس اللي بتصلي بالليل هتبقى بتصلي وما حدش شايفها جوه بيتها او جوه الحجره بتاعتها من غير ما حد يشوفهم، معنى كده ان صلاتهم دي هتبقى بعيده عن الرياء والشهره، عشان الناس ما تقولش عليهم بص فلان بيصلي بالليل لربنا سبحانه وتعالى. يبقى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خص من صفات عباد الرحمن ان هم يحافظون على قيام الليل والناس نيام. تعالى نتعرف على مواطن البلاغه في الايه اللي عندي. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. طبعا هنا ما فيش اسلوب ولا شبه حاجه بحاجه، يبقى تعبير جميل. طب تعبير جميل يدل على ايه؟ قال لك تعبير جميل يدل على تعلقهم بالله ومداومتهم على الصلاه في الليل. عندي سجدا وقياما، سجدا وقياما بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده، وده كان باين من المعاني. طب كمان انا عندي هنا تقديم لكلمه سجدا على قياما، وقلنا تقديم كلمه سجدا هنا للاهتمام، وقلنا لان السجود اقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، فتقديم كلمه سجدا على كلمه قياما هتكون للاهتمام. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. تعالوا كده مع بعض نعرف والذين يقولون ربنا اصرف، يبقى معنى كده إن المؤمنين أو عباد الرحمن هنا صفة من صفاتهم الأخرى إن هم بيدعون ربهم سبحانه وتعالى أن أول حاجة أن يصرف عنهم عذاب جهنم. اصرف هنا معناها ابعد، وعكسها قرب، بعذاب معناها عقاب، وعكسها نعيم. جمع كلمة عذاب أعذبة وعذابات. إن كلمة غرامة معناها لزامة وعكسها مفارقا، يعني كفاءت أي قبحت وعكسها حسنة. مستقرا، كلمة مستقرا هنا مكان للاستقرار
وكلمة مقاما هنا موضع للاستقرار والإقامة وعكسها مرتحلة. في الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيكمل لنا صفة من صفات عباد الرحمن. طب إيه الصفة دي؟ أنهم يخشون ربهم ويخافون عذابه. طيب من صفات عباد الرحمن إن هم دائما يخشون ربهم ويخافون عذابه، فدائما يدعون الله أن ينجيهم من عذاب النار. وبدأت كده في الآيات توضح لي أسباب هذا الدعاء، هو ليه المؤمنين بيدعون الله عز وجل أن ينجيهم من عذاب النار. أول صفة من صفات عذاب النار لأن عذابها دائم لا يفارق صاحبه، يبقى أول حاجة دائم لا يفارق صاحبه. كمان هي موضع سيء للاستقرار والإقامة، إنها ساءت مستقرة ومقامة سواء فترة قصيرة أو فترة أو خالدون فيها، فهي أسوأ مكان للاستقرار والإقامة. يبقى من صفات عباد الرحمن يخشون ربهم ويخافون عذابه ويدعون الله أن ينجيهم أو يصرف عنهم عذاب النار. تعالوا كده مع بعض نشوف مظاهر البلاغة. اول مظهر عندي ربنا. طبعا من كلمه ربنا احنا كلنا احنا بنقول ان المؤمنين بيدعوا ربهم، ربنا تبقى يا ربنا. بص عندي هنا ده اسلوب نداء حذفت اداته، اسلوب هنا اسلوب نداء حذفت اداته، وذلك لقرب الله من قلوب عباد الرحمن. والغرض هنا منه ان هم هيجوا بعدها ويدعوا ربنا سبحانه وتعالى بعض الادعيه. اصرف طبعا زي ما احنا شايفين ان فعل قدامي فعل امر، فعمل لي اسلوب امر. طبعا احنا ما ينفعش نؤمر ربنا سبحانه وتعالى، فاسلوب الامر هنا غرضه الدعاء. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. بص كده معايا، ان يبقى الاسلوب عندي هنا مؤكد بايه؟ بان. وزي ما شرحنا وقلنا ان المؤمنين بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى ان يبعد عنهم هذا العذاب، لان في اسباب منها ان عذاب جهنم لزاما او ملازما لصاحبه لا يفارقه. يبقى هو تعليل للدعاء قبله، يبقى علاقة إن عذابها كان غرامة بما قبلها تعليل للدعاء قبله. طب التعليل الثاني، إنها ساءت مستقرا ومقاما. طبعا زي ما احنا شايفين الأسلوب عندي هنا مؤكد بإن، وطبعا ده تأكيد ثاني للدعاء قبله اللي هو أنه دعاء ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. إنها ساءت مستقرا ومقاما، معنيين تقريبا قريبين من بعض، فبينهما ترادف يقوي المعنى. نشوف الآية اللي بعدها، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. طيب الآية هنا آية الاعتدال في الإنفاق والاعتدال في كل شيء. طب تعالى نبتدي نتعرف على المعاني بتاعتها. أنفقوا بذلوا أموالهم وعكسها بخلوا. لم يسرفوا، يسرفوا معناها يبذروا وعكسها يقتروا أو يبخلوا. يقتروا يضيقوا والمراد يبخلوا. كان بين ذلك قواما أي بين الإسراف والبخل أي الاعتدال بين الأمرين. قواما أي وسطا وعكسها ميلا. طيب تعال نشوف كده الآية. الآية كلها بتكلمني عن الاعتدال في الإنفاق، ودي صفة من صفات المؤمنين. بعد كده خلي بالك بقى معايا ان كل آية من الآيات بتبين بعض صفات عباد الرحمن. فتعالى كده شوف الآية، ان من صفات عباد الرحمن انهم معتدلون في بذل اموالهم. طبعا هم بيبذلوا اموالهم في ايه؟ وجوه الخير. معلش يا جماعة، هو احنا بس بنصرفها في وجوه الخير؟ يعني نصرفها في بناء المساجد والعطف على الفقراء لا، خلي بالك اللي انت برضو بتقضي بيها احتياجاتك من مأكل ومشرب وملبس وتعليم وعلاج وغيره. معنى كده ان هم معتدلون في بذل اموالهم في وجوه الخير، فالانفاق عندهم وسط ما بين الاسراف والبخل. تعالى نتعرف على مواطن البلاغه. يسرفوا ويقتروا بينهما تضاد يوضح المعنى. كان بين ذلك قوامه. طيب بين ذلك قوامه احنا اتفقنا ان هي وسطا بين الاسراف والبخل، فده كده ما فيهوش اسلوب ولا شبه حاجه بحاجه، يبقى تعبير جميل يدل. طب بين ذلك قوامه يبقى بيدل على الاعتدال والتوسط في الانفاق. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. طبعا برضو الآية دي بيبقى فيها بعض من صفات عباد الرحمن. طب تعالوا كده نشوف أول صفة تتناولها هذه الآية، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. يبقى معنى كلمة يدعون يعني يعبدون مع الله إلها آخر أي معبودا آخر. يبقى معنى كده إن هم بيوحدوا بالله سبحانه وتعالى، لا يعبدون إلا الله. إلها جمعها آلهة، يبقى جمع كلمة إله آلهة.
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يقتلون النفس، النفس دي اللي هي الروح، طب جمعها النفوس والأنفس. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من يفعل، يفعل أي يرتكب، يرتكب ذلك. قصده ايه بكلمة ذلك؟ ما ذكر قبل ذلك من الكبائر. طب إيه؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أثاما المراد العقاب وعكسها ثوابا، الحق عكسها الباطل وجمعها الحقوق. من كده يضاعف له العذاب، يضاعف أي يزداد الضعف، يعني أو يخلد معناها يدوم ويبقى، وعكسها يفنى ويزول. يخلد فيه مهانا، مهانا أي ذليلا حقيرا، طب عكسها معززا مكرما. تعالى كده نجمع مع بعض كده شرح الآية ديت. أول حاجة من صفات عباد الرحمن، الآية كلها بتتكلم عن ثلاث كبائر وعقاب من يقوم بهذه الكبائر. فأول حاجة لازم نعرفها إن عباد الرحمن يبتعدون عن ارتكاب هذه الكبائر. طب يعني بيعملوا إيه؟ لا يشركون بالله. يعني إيه لا يشركون بالله؟ يعني لا يعبدون مع الله إلها آخر. وإن الله يغفر كل ذنوب ما عدا الشرك به، فإذا مات الإنسان على شرك فيكون عذابه النار خالدا فيها أبدا. طيب يبقى أول صفة من صفات عباد الرحمن لا يشركون بالله. ثاني صفة، لا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. يبقى لا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها. طب كيف يكون قتل النفس التي حرمها الله؟ إما يكون بالاعتداء على الآخرين، وإما يكون بالانتحار. يبقى دي كده الحالتين اللي بيكون فيها قتل النفس التي حرمها الله. طب ازاي الا بالحق؟ اذا كان بالقصاص، والقصاص ده مش معناه ان انا اخد حقي بايدي، لا ده معناه ان انا هرجع لولي الامر او القاضي ويحكم هو ويقوم بتحديد طريقه تنفيذ هذا الحكم. فلا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق زي ما ذكرها الله عز وجل. طب ثالث حاجه من صفات عباد الرحمن، لا يرتكبون فاحشه الزنا. قلنا فاحشه الزنا دي فاحشه كبيره، من يرتكبها يغضب الله عليه. تمام، يبقى انا كده لا يشركون بالله، لا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق، ولا يرتكبون الزنا. طيب ومن يفعل تلك الكبائر، بما ان الثلاثه دول من الكبائر التي حرمها الله ويغضب الله لفعلها، من يفعل تلك الكبائر يضاعف له العذاب يوم القيامه، مش بس كده، ويخلد في نار جهنم مهانا حقيرا ذليلا فيها. تعالوا كده مع بعض نشوف مواطن البلاغه. اول حاجه عندي، لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. بصي كده معايا، قال لي هنا في ظهر قدامي اسلوب جديد. عندي اول حاجه لا يقتلون، عندي هنا لا النافيه، تمام كده، وبعد كده الا، هنا عندي اسلوب ايه؟ اسلوب استثنائي. يبقى انا عندي النفي والاستثناء الاثنين مع بعض عملوا لي حاجه اسمها اسلوب قصر، واسلوب القصر هنا غرضه التوكيد والتخصيص. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. من وبعد كده يفعل يلقى. فاكرين ان احنا في اولى اعدادي خدنا ده اسمه اسلوب، تمام، اسلوب شرط. طب اسلوب الشرط مكوناته ايه؟ انا عندي اهو اداه الشرط او اسم الشرط، عندي فعل الشرط، عندي فعل جواب الشرط. فانا عندي هنا اسلوب شرط. اسلوب الشرط ده غرضه ايه او فيه ايه؟ في تحذير لمن يفعل تلك الكبائر. يلقى اثاما، من يفعل ذلك يلقى. احنا مش لسه قايلين ان كلمه يلقى دي هي جواب الشرط؟ معنى كده ان هي علاقتها بما قبلها نتي. طب وايه كمان؟ يضاعف له العذاب. هنا في اسلوب، لا هي ما ظهرليش اسلوب ولا تشبيه، معنى كده ان ده تعبير جميل بيدل على انا دلوقتي لما يضاعف لي العذاب، انا مش هتعذب مره واحده، انا هتعذب الضعف. ده بيدل على شده عذاب مرتكب هذه الكبائر. الآية اللي بعدها بتقول لي، قال تعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طيب تعالى كده نبتدي نعرف المعاني ونفهم الآية. إلا من تاب، كلمة تاب معناها ندم ورجع إلى الله، يبقى ندم ورجع إلى الله. طب من قام بأي كبيرة أو أي عمل سيء وبعدها ندم وتاب ورجع إلى الله؟ بس كده لا، وآمن، يعني كمان من شروط التوبة أو شرط عندك الإيمان بالله. طب تاني شرط عندي، وعمل عملا صالحا. كلمة صالحا معناها نافعا وعكسها طالحا وفاسدا. طيب يبقى أول شرط عندي من شروط التوبة الإيمان بالله وعمل الصالح. فأولئك يبدل الله، كلمة يبدل الله معناها يغير الله وعكسها يثبت.
سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. يبقى يبدل الله سيئاتهم حسنات، ربنا سبحانه وتعالى هيبدل سيئاتهم بالحسنات. وكان الله غفورا، يعني ايه غفورا؟ واسع المغفرة، ورحيما كثير الرحمة، ودي صيغ مبالغة لتدل على اتساع مغفرة وكثرة رحمة الله عز وجل. بقى كده نشوف الآية دي تتكلم عن ايه. بتتكلم ان الانسان الذي يرتكب اي فاحشة من الفواحش او يرتكب اي ذنب من الذنوب لابد ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. طب يعني ايه كلمة يتوب؟ يعني يندم ويرجع لربنا سبحانه وتعالى ويستغفر ربنا ويفعل بعض الاشياء اللي تجعل ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه وما يعذبوش يوم القيامة. طب انا عندي هنا ان من تاب، دي اول حاجة، اول شرط عندي. اللي بيرتكب اي كبيرة من الكبائر يحصل له ايه اول حاجة؟ لازم ايه؟ يتوب، وبعدين يؤمن بالله وامن. طب بجانب ايه؟ الاعمال الصالحة. يبقى انا عندي شروط للتوبة، عندي شروط الايه؟ التوبة، اللي هي الايمان بالله والعمل الصالح. يبقى شروط التوبة عندي الايمان بالله والعمل الصالح. طب انا دلوقتي ارتكبت اي ذنب وتبت لربنا سبحانه وتعالى وامنت بيه وعملت اعمال صالحه كتير واكثرت من الصلاه سواء السنن او النوافل او قيام الليل وطلعت صدقات، ايه اللي يحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى غفور، ربنا سبحانه وتعالى رحيم، ربنا سبحانه وتعالى هيديك جزاء التوبه، ربنا سبحانه وتعالى فاتح لك باب التوبه. يبقى معنى كده ان ربنا هيبدل السيئات الى حسنات. يبقى فاولئك، اولئك اللي هم مين؟ اللي الحقوا هذه التوبه بالعمل الصالح، ربنا سبحانه وتعالى هيبدل سيئاتهم حسنات. كل السيئات اللي خدوها هتتقلب ايه؟ حسنات. معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح التوبه لمن ايه؟ لمن تاب. سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. ربنا سبحانه وتعالى غفور ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويستر الذنوب، رحيما بمن يتوب اليه. طيب تعالى نتعرف كده على مواطن البلاغه. فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ده كده نتيجة لما قبلها. نتيجة ايه؟ نتيجة من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى نتيجة لما قبلها. وكان الله غفورا رحيما، كان الله غفورا رحيما، ده تعبير بيدل على رحمة الله الواسعة وكثرة مغفرته لعباده. قدامك كده سؤال المتفوقين، بص كده معايا. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أول سؤال بيقول لي بين معنى كل من أثاما ومهانا. تاني سؤال: اشتملت الآيتان على بعض صفات عباد الرحمن، وضح هذه الصفات مبينا أثر الالتزام بها. السؤال اللي بعد كده بيقول لي أكمل علاقة قوله تعالى يلقى أثاما بما قبله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.